يقول: طلب مني أحد الأصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي، فقلت له معتذرا بالطلاق: ما معي إلا 80 جنيها، ونسيت أن معي أكثر من ذلك. وبعد ذلك اكتشفت الزيادة، فندمت على هذا الحلف بالطلاق، علما أنه لم يكن في نيتي فراق زوجتي. وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا، فقال لي: وقعت عليك طلقة وعليك أن تراجعها. وجعلت أقول خلفه ألفاظ المراجعة واسترجعتها، فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبق إلا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول، أم يعتبر إتيانه لها مراجعة بالفعل إذا كان بتلك النية؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، أي أنك حلفت بالطلاق أنه ليس معك إلا 80 جنيها، ثم تبين لك أن معك أكثر من هذا، فهذه اليمين بنيتها على غالب ظنك، والحالف إذا حلف بناء على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ذلك فإن هذا يعتبر من لغو اليمين. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فلا إثم عليك في هذا لأنك لم تتعمد الكذب، وإنما حلفت بناء على غالب ظنك، وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك أنك صادق في هذه اليمين، لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه عليك، ولا يقع به طلاق. نعم. وليس عليك فيه كفارة يمين أيضا، لأنه من لغو اليمين، هذا الذي يظهر لي من حالك ومن سؤالك. أما ما ذكرت من ما تحصل به الرجعة، هل لا بد من القول تلفظ بالرجعة أو يكفي وطء الزوجة بنية الرجعة؟ أما القول هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه تحصل به الرجعة، وأما وطئها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجعة إذا وطئ زوجته المطلقة بنية رجعتها، أنه يحصل بذلك الرجعة. نعم. إذن ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق هذا ليس له أصل؟ الرجعية لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولها النفقة ولها السكنة. نعم. قوله تعالى: لا تخرجوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها.